Kasi! اوعي تضحك. اللون ده ايه ده؟ في ايه؟ في الناس دي كلها جت كده ليه؟ ها؟ ايه بقى؟ كده احنا الاتنين هنقول ستوب للتايم، ستوب. دلوقتي هنشوف مين فينا اللي الكوبايه بتاعتها اقل، دي كوبايتك ودي كوبايتي. زي ما انت شايفه كوبايتي انا نسيت اكتر، يبقى انت اللي هتترشل. خلاص هنروح للتحدي اللي بعد كده. بتعرفي تغني بالهيليوم؟ بجد؟ حاسه انا مره جربت. طيب هنجربها بقى دلوقتي تاني. ماشي، عايزين اغني لك انا اغنيه ايه الاول؟ ديسباسيتو. ديسباسيتو ايه؟ اوكي ماشي، هغني لك ديسباسيتو. ديسباسيتو طربت طربت طربتيتو، انت يا بنت ضحكتي خلعتي حكي. ايه هو اكتر اكل مش بتحبيه؟ مش بحبه. بتحبي السوشي؟ انا مش هاكل سوشي. تعالى يا سوشي. ده جميل جدا. لا ده جميل جدا. تعالي خدي حته صغيره حته صغيره حته صغيره. يلا. لا انا عايز حته صغيره. لا هي دي الصغيره، لازم تاكلي من ايدي. افتحي بقك. طب تعالي لازم. هتخسري الجايزه. يلا يلا افتحي بقك. يلا. طعمه حلو؟ زي السمك. صح؟ شفتي بقى انه حلو؟ انت بقى كنت طول الوقت عماله تكرهي نفسك فيه وانت اصلا ما دقتهوش. عجبك؟ هتاكلي السوشي بعد كده؟ لما اي حد يديكي السوشي تقولي له اوكي وطعمه حلو، ماشي؟ طعمه زي السمك. دلوقتي بقى هقول لك انت كسبتي وهشوفك في المرحلة الجاية، بس لازم تطلعي تجري بسرعة وإلا هرشك لو ما جريتيش دلوقتي. اجري يا نوران اجري. اتفضلوا. شكرا. اهلا اهلا يا اختي على الموز اللي داخل عليا. ايه الحاجات اللي تفوج؟ بتعاكس بابي يا كوكي. تعالي. اهلا اهدى اهدى. لا لا هنا هنا خليك انت هنا عشان اشوف. ماشي تعالي يا كوكي. اختي على الحلاوه. يا جتول يا جتول. اهدى. ايه يا كنزي ده؟ ده بابا؟ اه. ولا اخوكي؟ لا بابا. ده بابا حلو قوي. لا لا ميرسي يا كوكي. ميرسي. هو انا لو عكست بابا هتغيري عليه؟ اه؟ ليه؟ ما هو باباكي خلاص. هو يعني في حاجة هتتغير؟ يعني انا لو خطفته من ماما هتتضايقي؟ اه. ليه هتتضايقي؟ ما ماما خلاص خدت نصيبها من الدنيا. تديني انا بقى فرصة. استاذ احمد؟ ايوه. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. عامل ايه؟ كويس والله. منورنا. ربنا يخليكي. هو الحلاوه دي طالعه لك؟ اكيد مش طالعه لمامتها صح؟ لا طالعه لمامتها طبعا. ايه ده؟ مش بيقولوا المخده ما تشيلش اتنين حلوين؟ مش دايما. لا دايما. لا صدقني يعني يقول لك ايه، لازم يبقى موجب مع سالب، يعني وحش مع حلوه. ما هو احنا الموجب بتاعنا مع السالب مختلف شويه. طويل مع قصير. طويل مع قصير. ايوه بالظبط. رفيع مع تخين. بالظبط اهو ده كنت راستي بقى. هو ده. كنزي تفتكري انا وبابا لو ارتبطنا واتجوزنا هنبقى لايقين على بعض؟ شويه. صح؟ ايوه. يعني تحب ان يبقى عندك اخت مني؟ مش. هنسميها ايه؟ مشمشة. مشمشة. مشمشة بنت طنط شوشو. عارف بنتك ليه بتحبني كده يا استاذ احمد؟ ليه بقى؟ لانه انا النهارده دلعتها دلع، لعبتها لعب، كل حاجه حلوه في الدنيا عملتها لها. انت حضرتك كنت قاعد وشايف طبعا. اه طبعا. طيب انا دلوقتي هطلب منك يا كوكي انك تحطي السماعات علشان انا وبابا هنتكلم في شويه كلام بتاع كبار. اوكي؟
هنتفق بقى على ميعاد الفرح، حجز القاعة، الديزيرت، الحاجات البسيطة دي. الخطوبة الحاجات السهلة. الخطوبة بقى أوه. لا أنا بحب الجواز على طول، خطوبة ده للأطفال، إنما إحنا أيوة يلا البسي السماعة. كده حلوة؟ سامعاني يا كنسي؟ خلاص كنسي راحت مني، هسأل بقى حضرتك شوية أسئلة عن كنزي. عايزة أعرف أول حاجة أكلتها المفضلة إيه؟ هابي ميل. كنزي؟ نعم. أنت سمعاني؟ سمعاني من بدري ولا لسه دلوقتي؟ لسه دلوقتي. طب يلا شيلي بقى السماعات. بصي هسألك بقى أسئلة أنا سألتها لبابي، أوكي؟ وعايزك تجاوبي ويا رب إجاباتكم تطلع زي بعض. يلا السؤال الاول، ايه اكتر اكله بتحبيها؟ هابي ميل. هابي ميل عليك يا جميل، واجابتك زي بابا. اغنيتك المفضله ايه يا كنزي؟ يا كنزي وكل مالي. يا كنزي وكل مالي حياه قلبي. يا خلاصي مش انت يا بابا تقولي هابي نيو يير، احنا داخلين ايه مع السنه الجديده؟ قولي لي يا حبيبتي اكتر لون بتحبيه؟ بينك. بينك يا لهو يا لهو، على الاقل احمر يا خراشي. بينك مش احمر. اعمل ايه دلوقتي يا كنزي في بابي؟ يعني كل اجاباته غلط، مش عايزه اسال اكتر من كده. انا اجاباتي صح وحافظه. انا عارفه يا حبيبتي، انا عارفه ان كل اجاباتك صح. انا دلوقتي مفيش قدامي حل غير يا كنزي ان انا هحاول اغير لك بابي علشان يرجع بابي اللي بيعرفك وفهمك وكل حاجه. ماشي. اتفضل بقى يا استاذ احمد، اتفضل. ايوه هنا اتفضل. أيوة. افتح حضرتك الباب. اوكي عليه وعلى خطوته. اوكي ده اطول من الجهاز ما شاء الله ما شاء الله يا حبيبي. يا رب بس ما يقصرش جوه، انا عارف الحاجات كلها بتدخل جوه تقصر. قومي بقى يا كنزي كده. بصي تدوسي على الزر اللي هو الاحمر اخضر. اللي هو ايه؟ اول واحد ده اهو. ايوه ده اول واحد ده. دوسي عليه. لا انت دوستي على ده، انا قصدي تدوسي على اول واحد من فوق. اقعدي اقعدي ده كده، انت ده اقعدي بصي قدامك، انت كده ممكن تكوني غيرتي خالص. ربنا يستر ان شاء الله يا رب. طب هنعمل ايه دلوقتي لو اتغير خالص؟ هتزعلي؟ ربنا يستر. يلا اطلع يا استاذ احمد كده. ايه ده؟ كنزة حبيبتي اطلع يا استاذ احمد واقفل الباب. مش هو اسود. انا بابا. لا انا بابا. لا شفتي انا قلت لك انا شكلي اتغير. دوستي غيرتيه يا كنزي. ولبس الكاب. مش لابس اي كاب. يلا معلش يا كنزي بقى، انت دوستي غلط وغيرتيه. خلاص روحي معاه لحد ما روحي لحد ما اشوف لك حل مع باباك. لا باباي. معلش بقى يا كنزي. بابا يا شيماء. بابا اتعاملي معاه بقى، ان شاء الله هتتفاهموا وتحبوا بعض، بس ده هتلاقيه عارف عنك كل